زرع وسطك يغذي لابد ما تستغرق شجرة البن 5 سنوات حتى تكمل وتنبت، ثم تستمر 70 سنة تعطي البشرية القهوة. العطاء لا حدود له. الحب مثل الزرع وسطك يغذي ما ترعاه طيلة سنين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأصلي وأسلم على رسوله وبعد، السلام عليكم ورحمته وبركاته. حيا الله إخواني وأخواتي في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الذي يحبكم وتحبونه الحب الكبير. أحد الآباء خرج ذات مرة مع أحد أبنائه إلى أحد الأسواق، وجد أن ابنه يتساهل في الحديث مع الفتيات، مع النساء، مع بعض الباعة من النساء، فكأن الأب انزعج من هذا الأمر وبدأ يسأل ابنه عن هذا الفعل. فقال: يا أبتاه، أنا في الإنترنت، في تويتر، في الفيسبوك، في سناب، عندي آلاف من الفتيات والبنات أتحدث معهم يعني يوميا، عاد الأمر بسيط. هنا دق الأب ناقوس الخطر وقلنا شخصية الأبناء. يا أيها الآباء والأمهات، نحن في زمان قد عظمت غربته واشتدت كربته وساءت أحواله، ولذلك لا يوجد عصر من العصور فيه أن ثقافة الأبناء أكثر من ثقافة الآباء في الأمور التكنولوجية عامة مثل هذا العصر، حتى أصبحت أكثر أسئلة الأبناء للآباء هي أسئلة اختباراتية وليست معلوماتية، حيث حتى أن بعض الأبناء إذا أخذ معلومة من بعض الآباء ربما يسأل آية الله جوجل يتأكد هل هذه المعلومة التي أخذها من والده صحيحة أو لا. للأسف الشديد أغلب اهتمامات الآباء لأبنائهم في هذا الوقت أصبحت أكل، شرب، ملابس. حتى الأخطاء إذا وقعت من الأبناء تجد أن الآباء عقوبتهم ربما تكون فورية أو لاحقا نكملها. لا يوجد عصر من العصور كثرت فيه الديون وأثقلت كاهل الأسرة على أمور تافهة مثل هذا العصر، يعني حتى أن 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 ما عاد فيها الاهتمام لشراء منزل أو شراء سيارة أو كلها متى نسافر أجهزة حديثة، أغلب استهلاكاتية، حتى الديون كثرت على الأسرة. لذلك لابد أن نقول للآباء إذا أردنا أن تكون عند أبنائنا شخصية متزنة رائعة نعتز فيها، تكون لنا شفيعة يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون، يكون هو الكنز الباقي. أنتم تعلمون الولد الصالح يعني هذا أعظم ثمرة. أغلبنا لماذا تزوج؟ يعني بعضهم يقول أبغى أولاد صالحين. لذلك أنت لابد أن تعين أبنائهم على أنفسهم في أمور وسلوكيات خاطئة ينبغي عليك أيها الأب أنك تتجنبها لأبنائك، مثل تفضيل الأولاد على البنات، مثل ربما الدلال الزايد أو السب والشتم والإهانة الزائدة أو ربما العطاء الغير محدود أو عدم الحوار. ولذلك 3 أمور يحتاجها الأبناء منكم أيها الآباء. أولى تلك الأمور هو أنك لابد أنك تحترم قرارات ابنك. ماذا أقصد بهذه الكلمة يا جماعة؟ في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى له بقدح لبن، يمينه غلام وعن يساره أبو بكر وعمر، يستأذن الرسول هذا الغلام بعدما شرب الحبيب صلى الله عليه وسلم: أتأذن لي أن أعطي بعدي هؤلاء الأشياخ؟ يقول الغلام: لا 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 يا رسول الله، لا، أنا لا أثر بنصيبي بعدك أحدا. احترم الرسول قراره وأعطاه هذا القدح. فاتخاذ واحترام القرار لدى الابن هذا مطلوب، يعطيه الثقة بنفسه. نحن لا نقول لا إفراط ولا تفريط. ثانيا احترام الرأي، يعني سواء في المأكل أو في المشرب أو نعم ربما تشاركه تعينه، لكنك لا تلزمه على شيء لا يريده. فاحترام هذا شيء مطلوب، الاختيار. وخاصة أنا دائما أتكلم على تحديد المستقبل واختيار الطرف الآخر، يعني الشريك العمر. مالك إلا ابن عمك، أنت مالك إلا ابن خال، هذا لا نريده. أنا أبغاك تكون طبيب
ويبدأ الابن يعني ما عنده اهتمامات، لا يعرف لغة انجليزية، ما عنده اهتمامات علمية، ربما عنده اهتمامات أدبية، فهنا مشكلة تأتينا. فلذلك لا نتحكم لهم في اختيار الزوج أو الطرف الآخر أو المستقبل. ثالثة أو ثالث الأمور إخواني وأخواتي أيها الآباء والأمهات، هو التشجيع. التشجيع بأنواعه، يعني مثلا ذهبتم إلى السوق، أعطي ابنك مبلغ من المال هو الذي يدفع. التشجيع قد يكون بقبلة، قد يكون بضمة، قد يكون بكلام، قد يكون برسالة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يشجع بعض أصحابه، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. لذلك هذه الثلاثة أمور مهمة أيها الآباء والأمهات، حتى تزرع لنا شخصية متزنة لدى الأبناء والبنات. والأهم من ذلك، أنتم تعلمون كما يقول علماء التربية أن التربية يعني تقوم على أسس ثلاثة، هي التربية بالقدوة، القدوة، التربية باستخدام أسلوب الثواب والعقاب الذي يسمى المكافآت، الأمر الثالث التربية بالحوار، ودائما نقول الحوار ثم الحوار ثم الحوار مع الأبناء والبنات. إن لم نتكلم نحن معهم من يتكلم معهم؟ إن لم نتحدث معهم من يتحدث معهم؟ نبغى نعطيهم ما يسمى بالأمان النفسي. لو يخطئ أحد الأبناء أو البنات ما في مشكلة، يأتي ويصارح أباه أمه. يعني انظروا لما نأتي إلى سورة القصص، بنتي الرجل الصالح لما سقى لهما موسى وأتيا يعني إلى والدهم مبكرا، استغرب الأب، لمحت البنت بأدبها وعفافها: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. انظر الأب، فهم أن الفتاة أعجبت بشخصيته، ناداه، ثم بعد ذلك زوجه إحدى البنات. البنت صارحت والدها بأدب الفتاة، تكلمت معه، قالت له ماذا حدث، ماذا صنع. هذا الذي نحتاجه. حتى لو يخطئ أحد أبنائنا ربما يغويه الشيطان بصور خليعة، بدخان، الفتاة ربما يعاكس أحد، تأتي وتتكلم بأريحية حتى تجد يعني الجواب الشافي والبلسم الكافي لها حتى تستقر نفسيتها وشخصيتها. وأخيرا الدعاء، الدعاء لأن من أعظم صفات عباد الرحمن ماذا يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وثلاثة لا ترد دعوتهم: دعوة الوالد لولده. أسأل الله أن يرينا وإياكم صلاح أبنائنا وبناتنا، وأن يرزقنا وإياكم برهم عاجلا غير آجل. استودعكم الله إخواني وأخواتي على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقة قادمة. دمتم برعاية الله. يا مدور الحب الحقيقي وتبغي، تعال واخذ الشر بيني وبينك، الحب مثل الزرع وسطك يغذي، لابد ما ترعاه طيلة سنين. بالصدق والإحساس لازم تربي، رب سوات انك تربي ظنينك، لا تغضب الله حب لك حب يرضي، حب الحلال وعون ربك يا عينك. مهد الوفا للي يحبك وتغلي، خلي المشاعر بين قلبك وعينك، حب مثل حب اسرتك تفتخر فيه، افخر ولا تسمحك يعادلين. حب الحقيقي وتبغي، تعال واخذ الشر بيني وبينك.